شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعه جديده من طلبه كليه الشرطه وقسم الضباط المتخصصين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تضمنت الاحتفالية قيام طلبة الأكاديمية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية وتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها